أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا للجلسة الأمريكية لهاليوم الثلاثاء، اللي شفنا فيه تحركات متميزة في أسواق العملات الأجنبية، شملت ارتفاع ملموس للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، وانخفض اليورو لأدنى مستوياته من سنة 2002، وشفنا اليورو عم بيتداول مقابل الدولار الأمريكي ما دون الدولار وثلاث سنتات أمريكية. الانخفاض القوي اللي جاء في اليورو سببه الآن تزايد توقعات أن الاقتصاد في منطقة اليورو يقع بالركود، خصوصا بعد ما ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير جدا في العالم، مما تسبب بتوقعات المزيد من الارتفاع في التضخم، لكن في نفس الوقت نشهد تراجع اقتصادي قوي. بالتالي انخفاض اليورو ممكن يستمر طالما استقر ما دون 1.04، وهذا بحسب التحليل الفني. وخلينا الآن نشوف التحليل الفني على الرسم البياني كيف ممكن يوضح لنا الاتجاهات الهابطة على اليورو مقابل الدولار. بالنظر للرسم البياني اليومي لحركة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، عم نلاحظ إشارات فنية سلبية على المؤشرات، وعم بيتداول الزوج تحت المتوسطات المتحركة، والحركة الحالية بتستدعي أني أنتقل للرسم البياني الأسبوعي لحتى نشوف ارتدادات فيبوناتشي، ونشوف إحنا كيف لما انكسر اليورو مقابل الدولار سعر 1.0415 دخل في اتجاهات هابطة. الآن اليورو ممكن يتوجه لمستوى الدعم التالي 1.0170، واللي لو وصله راح يكون محدد بحسب أصول التحليل الفني. كسر مستوى 1.0170 ممكن يتسبب في اندفاعات هابطة أكثر قوة، لكن الآن لازم نعرف أن الشيء الوحيد القادر على إضعاف الاتجاهات الهابطة فنيا هو عودة التداول أعلى من 1.0415، لكن على المدى الأبعد قليلا التداول أعلى من 1.0635 راح يكون مطلوب لإثبات أي محاولة جديدة للارتفاع. إلى جانب انخفاض اليورو شفنا كمان انخفاض الجنيه الاسترليني وانخفاض الدولار الأسترالي رغم رفع الفائدة اليوم في أستراليا، وهذا كله بدل أن الأسواق المالية عم بتعيش مرحلة من العزوف عن المخاطرة، وهذا شمل أيضا انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية، وكذلك داولت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض. فالحالة اللي بتعيش الأسواق المالية حاليا هي مزيج ما بين توقعات رفع البنوك المركزية للفائدة، لكن في نفس الوقت توقعات ركود اقتصادي عالمي ممكن تشارك فيه البنوك المركزية في سبيل خفض التضخم، اللي ممكن أيضا يزيد الضغط على النمو الاقتصادي.